الرئيس، سيارات التموين تجوب المحافظات لطرح الأرز الأبيض الفاخر ب 12 جنيه الكيلو، ب 12 جنيه. حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على إطلاق مجموعة من السيارات المتنقلة في الميادين الرئيسية بالقاهرة الكبرى وعدد من المحافظات لطرح الأرز الأبيض الفاخر بسعر مخفض للمواطنين دون التقيد ببطاقة التموين، من أجل سد حاجة المواطنين من هذه السلع الاستراتيجية الهامة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار ضخ السلع الغذائية بشكل مستمر. ويتم طرح سلعة الأرز بسعر 12 جنيه للكيلو السائب و15 جنيه للكيلو المعبأ. العربيات دي المفروض هتبقى موجودة في كل المحافظات، هتجوب كل المحافظات، وهيبقى موجود معاها الرز اللي 12 ب 12 جنيه اللي هو الرز السايب، و15 جنيه الرز اللي هو الأكياس المعبأ. طيب أنا المفروض لازم يكون معايا بطاقة التموين ولا أنا هاخده على بطاقة التموين؟ لا، ده غير اللي موجود على بطاقة التموين. اللي موجود على بطاقة التموين الرز موجود من أول امبارح ولا من امبارح تقريبا، مع بداية الشهر الجديد موجود الرز المفروض زي ما هو ب 10.5 في التموين الأكياس. وعلى مستوى مديرية الدقهلية تم ضخ 50 طن من شكائر الأرز الأبيض الفاخر زينة الشكارة 25 كيلو جرام، ويتم بيعها للمواطنين بسعر 300 جنيه مع توفير أكياس الرز المعبأ أيضا، وذلك عبر 7 سيارات متنقلة. كما قامت مديرية التموين بدمياط بطرح 30 طن أرز بنفس الأسعار عبر 3 سيارات متنقلة تجوب الميادين الرئيسية للمحافظة، وبالمثل على نطاق محافظة الغربية التي طرحت اليوم الأرز للمواطنين عبر السيارات المتنقلة. فيما توفر وزارة التموين من خلال المجمعات الاستهلاكية في القاهرة والجيزة الأرز الأبيض الفاخر بنفس الأسعار الرسمية عبر منافذ وزارة التموين ومن خلال السيارات المتنقلة التي تتمركز في الميادين الرئيسية ذات الكثافة السكانية العالية. لو حد قال لك إن الرز مش موجود، بالفعل الرز موجود، أنا اشتريت منه بالفعل بنفس السعر ده، رز نظيف جدا جدا وحلو جدا جدا. وزارة التموين منزلاه المفروض اليومين دول زي ما قلنا قبل كده، ما تخليش حد إنه يستغلك، وما تخليش حد يقول لك الرز ب 17 جنيه وب 18 جنيه. على فكره بقى فعلا موجود عند التجار ب 17 جنيه وب 18 جنيه. هو هيقول لك ان بتاع وزاره التموين دوت رز مش حلو، على فكره رز ابيض فاخر ونضيف جدا، وعلى فكره هو ده الرز اللي المفروض ان الوزاره اخدته من الفلاحين، يعني هو ده الرز اللي هو جايبه بالظبط زي ده زي ده. وكمان هو مش عايز منك ان لازم تكون معاك بطاقه التموين ولا اي حاجه خالص، لا، من غير بطاقه التموين هتاخده عادي جدا بالشكارة. الشكارة 25 كيلو ب 300 جنيه، يعني حلو جدا جدا ومحترم ورز حلو جدا على فكرة. كمان مش يعني حاجة اي كلام، اصلا مفيش رز قديم دلوقتي في السوق، ده الرز الجديد اللي هم واخدينه من الفلاحين. اشتري منه وخلي عندك، ما تخزنش ولا حاجة، ان شاء الله يبقى موجود طول السنة وربنا يسهلها ان شاء الله ويفرجها على الجميع. لو ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان كل ما يكون في حاجة زي كده في عليها اي تخفيضات ولا اي حاجة بجيبها لكم. اشوفكم في فيديو جديد، في امان الله.